سلام، معكم مطبخانية. اليوم مطبخانية جبت لكم طريقة تقطيع الزنيف رستع تاعنا الزنيف درك مشوش. نكسرو كيفاش قدامكم كتقطعوه؟ ونقيه ونكاين المخ نقطعو هكذا هكذايا، ومن بعد نحطمو الشاقورة ونبداو نكسرو هنا هكذا. هايلي كيفاش كي تضربي هي ضربي ضربة صحيحة باش ما يتكسرلكش ما يدقدقلكش هذاك الراس هكذا. ضربي ربع كوانات وضربي هنا وهنا وهنايا، ومن بعد من داك ضربي ضربه هنايا باش تعاونيه باش يتكسر. هايلك هايلك نكمل هايلك باش نكسروه. عرفكم كيف تصور الجناب يجي نصيحة باش نحو المخ. هاو ديك راس تاعنا هاي ليك كيفاش. ودوك نجيب طبسية ونولي هاولي كيفاش. دوك انا نحي المخ هذاك، هايلي كيفاش. دخلي بصبعك داخل وتجبدي المخ بالعقل باش ما تكسريهش. دوك انا وتقسم لي على زوج بصح معليش، المهم ما نخليهش يدقدق لي. هايلي نزيد ندخل يدي من هذه الجهه باش نجبدو. هاوليك المخ تاعي هاوليك كيفاش نخرجو. هاوليك انا مانيش حابه يتقسم، راني حابه نحيه صحيح. هاوليك المخ ديالي هاوليك كيفاش هذا كي قسمتو لي طواسالي شويه، ومن بعد شوفوا لا ما طاح لكمش فيه العظم فيريفيوه هكذا. هاولي نديروا له شويه ماء نشلو بشويه خل ونديروه في الفريجيدار. دوك نكملوا نكسروا الراس تاعنا هايلك هذا. هذا تخليه هكذا، هذا تخليه هكذا كيما راه. تنقيه بارك نحيلو كاع هذا كي تغسليه شويه خل هاي ليك. وهذايا دوك نبدا نقطع فيه، نبدا ونقطعو هنا هكذا هاي ليك كيفاش نديرو. باش نحو الفك السفلي تاع القماشواق تاع الزليف هايلك. ها كيفاش نحقطها هايلك. هذا تانيك نحكوه كاع هنا بالشيطة، وهذا تاني نغسلوه بالطبع نحولوه هذه نحلوها نحو كاع هادوك هداك الشحام ولا كاش حاجه زايده ولا نحوها كاع بالمص حاجه هادي اللي جايين شغل ولا سيتو نحيهم تخليهمش هكايا. حلي هذا هنا هكا هاوليك الراس تاعنا كيفاش. دوك كي نغسلو ثانيك نوريه لكم هاوليك. وهنايا دوكا نحكمو نقطعو هذا هنا وهذا هكذا وهذا هكذايا، هنا اللي نصيبو الدود هاي ليك. دوك نبدا نقطعو
وحدك كفاه. وهذا مقسمه على جوج هكا هاو كيفاش يتنقى الراس. وهنا اللي تسيبي لي بوش تاع الدود هنا اللي جاي قريب للعين هنايا وهنا. هذا راهو يعني صغيور يقدر يكون ما يكونش فيه بزاف بصح هذاك اللي يجي خشين هاو ليك الدود تاعو. هاو الدود تاعو هاو ليك الدود اللي نصيبوه في الراس. لازم تبيري فيه ما تنحمد ديريش برك لازم تنقيه. هاو ليك هذا انا دوك نرميه وهاديك لازم تعرفي كيفاش تنقي الزليب ديالك ما تاكليش برك. هاي هام لي بوش تاع اللي فيهم الدم. انتي يا دوك تحبي باش تعيش راسك تعيش روحك تنحي تربي هذا بالشقرة تنحيه. كي نحيه راني نحي هذيك البلاصه اللي فيها لي بوش هاي اللي جايه عند بين العين والراس القر وكاين القر. هاي لك هاي لابوش هاي لابوش تاع الدود اللي فيها يكون فيها الدود متربي. هاي كاي نحيها هو لازم كي تكوني تعرفي خلاص تعرفي اختاري وحده تجيك ساهل. من بعد كاين بزاف ما يحبوش ياكلوه غير على جال ما يعرفوش واش فيه بصح كي تعرفي تنقيه تاكلي وانتي مهنيه. هاي لك هذه تعوين تاع النيف تاني نحيها النيف تاع الراس. هاي لك كي نغسلو تاني نحيها. هاي لك هذا راهو دوكا ما بيه والو ولا بس عليه نحينا له وين كاين دود دوكا نكملو نكملو العمليه كيف كيف كيما هذا كيما هذا. دوك نوري لكم تاع النيف هايك هاو لك كيفاش نقيه. كما قلت لك كاين هاد الحوايج يتنحاو ما يقعدوش في الراس في الاخر تاع الودن لا في النيف. هذا يتنحى وهذا يتنحى هذا اللي جاي في النيف يتنحى يترمى ما يتكلش. هذا يتنحى كاين بزاف ما يعرفوش هذا كان بان على جال هذاك لاني درت لكم هذا الفيديو اللي سجلت لكم هذا الفيديو باش تشوفوا. شوفوا الدود تاع شوفوا الدود شتو الدود لازم تعرفوا واش راكم تاكلوا تاكلوش برك. هذا هذا يا كاع نحيها هنايا هذا تاع وين هذاك الدم وكاع دوك نحيه كاع نحيه. وهنايا في هنا في هادو اللي جاي شغل هنا اللي تربى هاني الفاصوليا اللي نحيتها وين كاين لابوش تاع الدود هنا. هايلك في النيف كاين واحد لي بوش جايين هنا هادوك اللي تسبي فيهم الدود نتي تنحيهم. دوك انا كاني كسرت راهم طاحوا بصح كاين وين ما طيحوش لازم لازم تنحيهم. هايلك هايلك شغل يمباش هايك تجي هنا هايك تجي هنايا نحيها نحيها هاد لي تربى فيها الدود. هايلك كيفاش دوك انا نكمل هاد السوج ونولي نوريها لكم. هاوليك دوكا بعد ما كسرناه هاوليك كيما قلت لكم لقيتو دوك نغسلو كيما قلت لكم نغسلو. هايلك هاك انا عندي هاد الشيطة درتها غير الكوزينة هاد حاجه تاع اللحم ولا حاجه نقي بها هادو ما قلتلكم نحيهم. هادو اللي ما نحيتهمش مليح لازم يتنحاو. هادو كما قلتلكم هنا هي اللي تكون لابوش تاع الدود. هايا هايك هنا يتبان لكم خير هنا اللي عاد تكون لابوش تاع الدود هادي اللي لازم يقعد شوفي تنحيها داخل سيبي اي باش
هاي القناري نحيت كالي نحيته ودوك نزيد في الماء نزيد ندير فيه هكذايا نزيد نحطو شوية ومن بعد نحكم نعمر كاس ديال تاعي تاع الماء وندير لو عندي هنا الخل هاي القرعة تاعي تاع الخل هاد الخل معطر معقم مليح يدزان في كتير ندير شوية خل داخل هكذايا ونكمل العملية كما قلت لكم هدايا هكا هكا نحكو هكا بلا قنحل ونحكو هكا كيفاش نحكو حكو مليح شي كي طيبيه يقعد فيه كاع هادوك ال هاي كيفاش نحكو مليح تحط غسليه مليح هادي مع الكيف طيب تقدري تنحيها هادي هذا هذاك المحروق من الخباش تاعي نحيها كاع بالمقص ولا بالنص هكا هكا شتي طيبي كي تفوتي ديريه يغلي خلاص يكون دايب طيب خلاص ما تبديش تنحي له والو من بعد تنحي له غير العظام هذاك نغسلو بالطبع هاو الكراب تاعنا نديروه تاني مع الاخر في الخل نكملو كيما قلت لكم هكذا نكمل كاع العمليه نكمل هاد العمليه كاع انت دوكا هنايا كيما كي تكملي تقدري ديريه داخل القدره واش ديري له ديريه يغلي ديري له حبه بصله حير زوج سدات ولا ثلاثه ثوم ما تقطعيهمش هذوك البصله والثوم خليهم هكا تقطعوا هكاك بقشورهم شليهم برك دوك نوري لك دقيقه نجيب حبه بصله وحباتهم نوري لك كيفاش داير هاي لك الودن نحيها ما تخليهاش انا اللي قطعتها بالموس هاني نحيتها نحي لها هدايا تخلالي هدايا مش راح تاكلي فيه ما يتكلش كاين اللي يحبوا الودن كي تكون الودن صحيحه قرديها صح هذيك الدخلاني اللي يجي داخل الودن هذاك الشعر تاعها وكاع نحيه دوك هذه كيما هذه الجهه هاي الودن طيروها وصح عندي هذه هذا ما نخليهش هاوليك شوف شوفوا الداخل شوف هذا يتنحى هذا ما يقعدش هذا كيفاش نحيه نحكمي دخليها هكا من الموس ونحيه بس لو تشوفوا القلمه نوريكم مليح هاي لك هو يجي ماشي واعر باش يتنحى ها دخلي غير يدك برك تقدري تقلعيه ولا بالموس هايلك هذا ما يطيبش شوفوا الداخل هذا ما حاش تخلوه نحوه هايك هايلك باش يقعد لكم الراس تاعكم يقعد نقيقي هايلك شللو هايلك ها هو السليف تاعنا بعد ما غسلناه ها هو درناه في الخل هايلك دوك واش قلت لكم عندنا الثوم هايلك راس تاع الثوم نحيلو غير هدايا نقدر هكذا حبات كيما راهم هكا حبات نشللهم هكا نشللهم ونديرهم كي نديرو يغلي ندير هادو الاخر داخل الحبات هكا بقشورهم ونحكم حبه بصل تاني بقشورها هكذايا هكا بقشورها نحيلها هذا نشللها ونديرها داخل نديرلو شويه زيت نقيس زوج مغارف زيت ونديرلو الملح ونديرو يطيب انا يا دوك هذا ما نحش نطيبو راني حنخبيه هكذا ولي تحب تطيبو تغليه وتقدري تخبيه مغلي تقدري تخبيه ماشي مغليه كيما راهو ديريه في ساشي ديال الكونجيلاتور نهار تفاقي تاكلي تجديه وكيما ولا غليتيه تاني كي تكملي تغليه نحيلو العظام وخبيه ولا طيبيه بصحتك وهذه هي الوصفة تاعنا هذا هو يعني التدبيرة اللي قلت لكم اليوم تاع كيفاش تكسروا الزليف وان شاء الله ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله في طبق في وصفة اخرى مع هنية اقتصادية ديروا لنا اشتراك ديروا لنا لايكات واشتركوا معنا والى ملتقى اخر والسلام عليكم